السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في الحلقة 16 من حلقات سلسلة دقائق تربوية. السؤال اللي غادي نجاوب عليه من خلال هذه الحلقة هو شنو اللي خاصنا نركزوا عليه في التخصص. إذا عندنا علوم التربية، التخصص ديداكتيك، التخصص، جاوبنا على شنو اللي نركزوا عليه في علوم التربية، جاوبنا على شنو اللي نركزوا عليه في ديداكتيك التخصص، بقى لنا التخصص. التخصص ممكن نقسموه الى جوج ديال المجالات. المجال الاول هو التكوين الاساسي الاكاديمي الجامعي، داكشي اللي قرات في الجامعه من الفصل الاول حتى الفصل السادس، هذا هو الجانب الاول. الجانب الثاني هو المقررات الدراسيه اللي انا غادي نقريها للتلاميذ الى وليت استاذ. الا كنت غنترشح الابتدائي المقرر ديال الابتدائي كامل، كنت غنترشح للتخصص المقرر ديال الاعدادي كامل والمقرر ديال التاهيلي كامل. نبداو الان بالجامعه. الجامعه كنركز على دوك الفصول كلها اللي قريتها في الجامعه، جميع الوحدات خص يكون عندي ملخصات اولا الكتب اولا داكشي اللي كنت كندوز فيه الامتحان، ماشي نتعمق، ماشي مطالب باش انني نقرا مئات الكتب في التخصص ديالي. وانا كنت مثلا خديت الاجازه منذ 5 سنوات او 6 سنوات او 7 سنوات او 8 سنوات، وربما داكشي بدا كيتلف ليا ولا بدا كيتنسى ليا. داكشي ندبر على المقررات اللي كيراجعوا فيهم اليوم الطلبه باش يدوزوا الامتحان. وان كان يعني واخا يتغير مثلا المقرر، ماشي نفس المقرر اللي قريت انا، يكفي ان يكون عندي ملخص ديال كل وحده دراسيه في الجامعه ديال دوك السنوات بثلاثة. بالنسبة للمقررات الدراسية، المقررات الدراسية يستحسن أن هذه المقررات نكون طلعت عليها كلها، ولكن اللي نركز عليه هو المستويات الإشهادية. علاش المستويات الإشهادية؟ لأن الناس اللي كيحطوا امتحانات ديال التعليم غالبا كيكونوا رجال ديال التفتيش، بمعنى المفتشين التربويين. والمفتشين التربويين كتكون عندهم صلة وثيقة وصلة كبيرة بالمستويات الإشهادية، بالسادس، بالثالثة إعدادي، بالأولى بكالوريا، والثانية بكالوريا. وبالتالي كيكون بالنسبة لهم الأسئلة تنقضح، يعني في الذهن ديالهم الأسئلة ديال المستويات الإشهادية أكثر، ربما ما كتحضرش عندهم بزاف أسئلة ديال المستويات الأخرى، خاصة في التخصص، كنهضر على التخصص أكثر. أما في الابتدائي فكنلقاو بزاف حتى الأسئلة المرتبطة بالتعلم الابتدائي بمعناه الحقيقي ديال السنه الاولى والسنه الثانيه ابتدائي، ديال كيفاش التلميذ كيتعلم الحروف، كيفاش كيتعلم الكتابه، كيفاش نوريه الى عنده اخطاء الى اخره. فاذا هذه هي الامور اللي نركزوا عليها في التخصص. كنتمنى نكون جاوبت على السؤال ديال اليوم، والى حلقه قادمه بحول الله.